آخر، فجع الوحدويين اليوم بوفاة لاعبي فريقهم الأولمبي لكرة القدم الكابتن عبد العزيز الحربي والكابتن طلال الجهني، فيما يتواجد حاليا في المستشفى الكابتن وليد المرزوقي وأحمد القرني نتيجة لحادث مروري على طريق مكة جدة، رحمهم الله واسكنهم فسيح جنات الكابتن عبد العزيز الحربي والكابتن طلال الجهني. وطبعا باسمي وباسم جميع منسوبي القنوات الرياضية السعودية نقدم واجب العزاء في لأسرة الكابتن عبد العزيز الحربي وأسرة الكابتن طلال الجهني، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل وأن يقوموا بالسلامة إن شاء الله الكابتن وليد المرزوقي وكذلك أيضا الكابتن أحمد القرني. الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله، ولكن كثره الحوادث الخاصه اللي تكون بين مناطق وبين مدينتين، انا اتمنى من اداره الانديه وسن قانون جديد بانه يرغم اللاعب على السكن داخل محيط المدينه التي تكون فيها مقر النادي. هذا الشيء متاكد انه بس ما تقدر تحكمها. لا، بامكانك تحكمها او تقننها على الاقل، لانه انا اعرف انه كثير من اللاعبين نادي الاتحاد او نادي الاهلي ساكنين في مكه، فتلقاهم يروحون من مكه الى جده او العكس كذلك. لاعبين الوحده من سكان جده يتنقلوا يوميا الى جده. في لائحه نادي الشباب في اعتقد بند زي كذا؟ لا لا ما في زي كذا. لا لا ما في. يعني ممكن تعدلون عليها السنه الجايه؟ والله احنا دائما نطمح.